راح ناخذ هسه مراجعة لمحافظة ميسان. الموقع الجغرافي: تقع محافظة ميسان في القسم الجنوبي الشرقي من وطننا العراق. في أي قسم؟ الجنوبي الشرقي من وطننا العراق، قسم الجنوبي الشرقي. التضاريس: يعد سطح المحافظة جزءا من منطقة فراغ السهل الرسوبي المنبسط في معظم أراضيه، إذ يتراوح ارتفاعها ما بين 5 إلى 20 متر باستثناء الأقسام الشرقية. يا أقسام الشرقية التي تعد أكثر ارتفاعا من غيرها، كما تتميز المحافظة بكثرة المنخفضات الأهوار، أهمها هور الحويزة، سعدية، السناف، عودة، والأهوار الوسطى. هاي الأهوار كلها نخلي جواها خطوط تحفظوها كفراغات. إذا ضمن يا منطقة تضاريسية تقع محافظة ميسان؟ ضمن منطقة السهل الرسوبي. المناخ: يعد مناخ المحافظة جزءا من المناخ الصحراوي. يا مناخ الصحراوي بماذا يتصف؟ يتصف بارتفاع درجات الحرارة ومستوى الجفاف في الصيف، اعتداله في فصل الشتاء، أما أمطاره فتكون قليلة، تتراوح كمياتها ما بين 150 إلى 300 متر. إذا كتضاريس تقع في السهل الرسوبي، وكمناخ ضمن المناخ الصحراوي، لأنها أيضا من المحافظات الجنوبية، وقلنا الجنوبية كلها مناخها صحراوي. طرق النقل والمواصلات: تضم محافظة ميسان أولا شبكة من الطرق الرئيسية التي تربطها بالمحافظات المجاورة من خلال طرق برية عديدة. علل نشاط حركة التبادل التجاري في محافظة ميسان: على الصعيد التجاري تتميز المحافظة بوجود عدد من المنافذ الحدودية مع إيران، والتي لها دور في نشاط حركة التبادل التجاري بين العراق من جهة وإيران من جهة أخرى. إذن عندها شبكة واحدة من طرق النقل البرية اللي تربطها بالمحافظات، بس عندها منافذ حدودية مع إيران التي تساعد على نشاط حركة التبادل التجاري. الموارد المائية: يعد نهر دجلة وتفرعاته الشريان الحيوي لمحافظة ميسان، وتعد من أهم مصادر المياه السطحية في المحافظة، وتعتمد عليها أغلب الأنشطة الاقتصادية. يمكن تقسيم المصادر المائية فيها إلى: نهر دجلة الرئيس يدخل المحافظة من جهتها الشمالية حتى مدخل مدينة العمارة، حفظ جدول كحلاء وهو أحد فروع نهر دجلة في مدينة العمارة، أيضا حفظ جدول مشرح هو أحد فروع نهر دجلة في مدينة العمارة، يتفرع من الضفة اليسرى لجدول كحلاء. البتيرة وهو أحد فروع نهر دجلة، يتفرع من جهة شمال مدينة العمارة. هذه المصادر المائية الموجودة في محافظة ميسان. أما المشاريع الإروائية فهي الجداول المذكورة أعلى، إضافة عن فضلا عن المجر الكبير وهو من أهم المشاريع الإروائية في المحافظة، ويطلق عليها تسمية جداول ري ميسان. أما مشاريع السيطرة فتتمثل بسد العمارة. هاي المصادر المائية. نجي على النشاط الاقتصادي، أيضا راح يشمل زراعة وصناعة وثروات معدنية. بالنسبة للزراعة، ما هي أهم المحاصيل الزراعية؟ رأسا نعددها: 1 محاصيل الحبوب كالقمح والشعير، 2 المحاصيل الصناعية كالقطن والسمسم وزهرة الشمس وقصب السكر، 2 من المحاصيل الزراعية. الصناعة والثروات المعدنية: ما هي أهم الصناعات الموجودة؟ تشتهر المحافظة ميسان بتوافر العديد من الصناعات، ولا سيما 1 الصناعات الغذائية، 2 صناعة الزيوت النباتية، الورق، السكر، الصناعات الكيميائية والتكرير. تشتهر أيضا المحافظة بوجود العديد من الحقول النفطية، أهمها حقول الفكة، أبو غراب، بزركان. هاي الحقول خطوط جواها تنحفظ كفراغات. نبذة تاريخية عن محافظة ميسان: تعد ميسان إحدى المدن التاريخية، حكمها فراغ 23 ملك، استمر حكمهم من القرن الثاني والأول قبل الميلاد إلى القرن الثاني الميلادي. 23 ملك حكمهم من القرن الثاني والأول قبل الميلاد إلى القرن الثاني الميلادي. في العصر الإسلامي راح نسويها نقاط. أولا، في العصر الإسلامي فتحها القائد عتبة بن غزوان في عهد الخليفة الراشدي عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وولى عليها النعمان بن عدي. ماذا أصبحت ميسان؟
أصبحت مركزا لسك العملة القديمة ولا سيما في العهد الأموي، هذه في العصر الإسلامي. أما ميسان الحديثة فقد أمر ببنائها الوالي العثماني محمد باشا عام 1861 عندما أراد أن يختار لحملته العسكرية مقرا، فلم تقع عينه على أفضل من هذا المكان الواقع بين نهري دجلة والكحلاء، فنزل الجيش في هذه المنطقة التي أطلق عليها اسم الأوردي، وهي لفظة تركية تطلق على معسكر الجيش. النقطة الثالثة، أما في حقبة التاريخ المعاصر، إذا أول شيء ميسان في العصر الإسلامي، بعدين ميسان الحديثة، هسه في حقبة التاريخ المعاصر، فقد سميت بلواء العمارة أيام الحكم العثماني، ثم استبدل إلى محافظة ميسان في عام 1970. من أهم الآثار الشاخصة في المدينة هي 1- المسجد الكبير ومنارته، ومحلة القادرية، وهي أول محلة أنشئت في هذه المدينة بعد سوق الباشا. شكرا لكم.